خمسة من اسحاطة وغاء صور. وبعدين هنا جوه مصنع صعود وكلام ده بيطبق ورق بورق وخلاص. لكن احنا لنا عضلاتنا الكبيرة اللي هي في الجنايات. الجنايات كان النهاردة يا دورك النهاردة تم استكمال الشروط بتوع الازهر وراح الراجل بتاع الازهر يسلم ثلاث صور لكمال اسحاطة كانوا معاه من يوم ما رحنا وصورة بطاقته وبطاقتها وبطاقة الشاهد الثاني لان فعلا الست دي جت علشان تشهر واحنا قلنا لها ارجعها علشان الشيخ سعيد عامر اللي امضيته معتمدة في الشهر العقاري مش موجود. ثاني يوم الساعة 7 الصبح كان الامن الدولة والامن القومي كانوا موجودين عندي في المكتب مستنيين حضورهم عشان يخطفوها. واحنا بعتنا لابو يحيى بره خد الحاله وامشي وما تمش اشهار اسلامه. وكيل النيابه اعتمد الكلام وخلاص هيطلع لنا قرار نجيبه هنا يوم 19 علشان الناس دول يحكموا. لكن لو كان الراجل ده حكم كده النهارده من غير ما نقدم مستندات كان هيحكم بسلبيه الموضوع وهم روح وخلاص على كده. لكن يعني احنا اللي كان لنا رغبه للتاجيل والله احنا كان لنا رغبه للتاجيل وكل العاملين في القصه لا نزكي على الله احد من محامين من الائتلاف من الاخوه اللي بيسمعوا الكلام وبييجوا لا نشك في اخلاص احد مطلقا لا نشك في اخلاص احد الكل بيعمل لله. يعني جت كاميليا مش هتزود الاسلام راحت كاميليا مش هتنقص الا ان احنا معتبرينها كرامه امه كرامه امه مش هنسيبها يعني كرامه الامه لازم ترجع لها تاني تطلع كاميليا ويطلع اخواتها ويقفوا وبعدين يقولوا احنا هنرجع نصارى تاني ومحرومين بقى حاجه ما تخصناش. القضيه تاجلت يوم 19 احنا قبل يوم 19 عندنا القضيه الاهم اللي هي الجنائيه اللي حتما 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 وانا بقولها لكم حتما هيلبس فيها شنوده واغاديوس الغوايش حتما. اقسم لك بالله ان قضيتنا الجنائيه حتما باذن الله تعالى تحقيقا لا تعليقا باذن الله تعالى ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا هيلبسها يعني لان عندنا ادلتنا كافيه وكامله. وبعد كده يطلعوا الاخوات وبعد كده يقولوا ان احنا حريين في ديانتهم يبقوا مسيحيين حتى حاجه ترجع لهم. عرفت يوم كام احنا اخواننا احنا جينا بصوره حضاريه وكانت وقفتنا جميله جدا وهننصر يوم 19 يا جماعه. الجنايات قبل كده وهنبلغكم عن النت جنايات قبل كده هنبلغكم عن النت وقريب جدا جدا يعني بدا يستدعيهم منهم ناس بدات تقدم شهادات مرضيه ادوهم مهله اسبوع للاثنين الجاي وبعد كده هيستدعيهم حتما لان القضيه جنائيه. ماشي الراجل الدكتور عصام شرف احلنا لقصر النيل جنبه ورحنا قصر النيل عملنا محضر اهتموا بيه جدا حولنا للنيابه قصر النيل اهتموا بينا جدا وبعدين حولنا للمحامي العام اهتمام بالغ والقضيه ماشيه صحيح تمام يعني في كامل الاطر القانونيه الصحيحه وبالعكس الطب معانا مش ضدنا يعني. وبعدين احنا مش قضيتنا كاميليا يا جماعه احنا قضيتنا بقيه الاخوات اللي مع كاميليا قضيه كرامه الام عموما يعني عرفت. بس يا كل هذا استغفر الله لي ولكم ولنفسي.